تعالوا نشوف مع حضراتكم فيديو لسيدة فلسطينية، فيديو مؤثر جدا بتتكلم فيه يعني عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الأطفال اللي بتموت. وهنرجع تاني مرة حضراتكم، مرة تانية لحضراتكم ونعلق. الغاز من سكة، الحوام نزلنا أولاد البيت من سكة، يا رب ما احنا قادرين على هالطاقة، فك ذقتنا يا رب، يا رب حن علينا وفك ذقتنا يا رب. الله أكبر على الأطفال الصغار المواليد اللي تموت واحنا نطلع فيها، ايش سوت اطفالنا؟ ايش سوت النساء اللي قاعده؟ ايش سوى للحوامل اللي بموتنا وين نحن؟ الله اكبر، يا رب احمي عبادك، يا رب حسبنا بالله ونعم الوكيل، اللي منهم لا تغفل عنهم، لا ساعة ليل ولا ساعة نشبع، يا رب احنا رمينا ابنتنا على الله وعليك. الله ينصركم يا رب ويصبركم ويثبتكم. يعني مشهد مؤلم متكرر بقاله اكتر من يعني 57 يوم. انا مش عارفه ممكن نقول ايه في الظروف. بصي هنقول يعني ولا نقول الا ما يرضي الله، يعني انا لله وانا اليه راجعون. لكل الشهداء اللي عددهم تجاوز الاف الحقيقه، زي هم ده في حاله تعمد زي ما قلنا.